السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى معاكم في فيديو جديد، ومن اكتر الفيديوهات اللي انتم بتحبوها اللي هي البيع والشراء والاسعار وشوار العرايس والمفروشات والحاجات اللي كل ما يخص الشراء والبيت والملابس والأحذية بقى ومعدات مفروشات بتاع ده أجهزة الحاجات دي كلها. احنا النهاردة معاكم في العتبة، وزي ما انتم شايفين كده المكان ده خاص بالكتب، سواء كتب قديمة او كتب جديدة، كتب خارجية للاطفال قديمة يعني مستعملة، في كتب بتبدأ من 10 و15 و20 وانت طالع، روايات، حاجات دينية، كتب قصص، زي ما انتم حابين. بعد كده بقى بدأنا ندخل في حاجات تانية زي ما انتوا شفتوا كده، حاجات صنفرة خاصة بقى بالعمال، زرادية، مش عارفة ايه، شنيور، مسدس شمع، الحاجات الخاصة برضو بالبيت وبنحتاجها. معدات كتيرة بقى، حاجات برضو تركيب البيت، اكر، مش عارفة ايه، حاجات نواقص البيت يعني، من كل حاجة زي ما انتوا شايفين، ساعات برضو. وطبعا بقى الملابس في العتبة بقى، وما ادراك وما الملابس، واصل الجملة والحاجات يعني اللي جاية على طول بقى بسعرها يعني مش اقل من كده، بس اهم حاجة تختاروا المحل الصح، لان مش كل المحلات بتبيع الجملة. في ناس قالوا لي دخلت محلات لقيت في اسعار، بيبقى كده عاملين مكان في قطع كده، هنا دي حاجات الارضيات اللي هو اللزق اللي بيتلزق على في المطابخ ده، ورق حائط والحاجات من دي، حاجات اهو اوكر برضو بيبان، ومرايات ومفارش وورق حائط وكلام برضو، وديكور، كل الحاجات الخاصة بالديكور موجودة، المقابض وكل الحاجات دي. فزي ما كنت بقول لكم بيكونوا عاملين كده مكان، ويقولوا القطع، اي قطع في المكان ده ب50، اي قطع في المكان ده بتبدا من 75، بتبدا من 25، يعني مش عارفه اقول لكم في اقل من كده ايه اسعار. تقدروا تختاروا القطع على مزاجكم وتاخدوا كذا حاجه. برضو بالنسبة لشنط السفر، برضو كان حد قال لي الشنطة اللي هي 30 كيلو بتعمل 850، ولكن وسألت حد تاني قال لي ب1200، فأنا مش عارفة هل ده بسبب خامة الشنطة، ولكن يعني أنا شايفاهم الاتنين زي بعض، فبيبقى زي ما بقول لكم في اختلاف بين الناس في الاسعار، فانتوا لازم تلفوا حرفيا كل المحلات وتسالوا وتشوفوا السعر المناسب بالنسبه لكم وتاخدوه. وفي محلات بقى تبقى مشهوره ومعروفه جدا بالجمله، فمتبقاش ايه يعني زي ما تقول كده ما تسالش وراها، بتشتري خلاص وانتوا مغمضين. حاجات ميك اب برضو موجوده، كل الحاجات بقى اللي هي لكل الاعمار، رجالي، حريمي، اطفالي، شبابي، بناتي، كل حاجة، عبايات بقى وكله، وفساتين، افراح، وحتى في حاجات كمان خاصة بالاجهزة المنزل والبتاع الموبيليا والكلام ده كله. سألت على دولاب مطبخ خشب قال لي ب5000. كتاشي والحاجات دي كلها، في حاجات بتبدأ من 85، وحاجات اللي هي بقى احلى شوية ب135، اسعار تحفة. دخلت هنا اتفرج، لقيت في حاجات فعلا نازل عليها عروض وخصومات، ومكتوب عليها 75 ومكتوب عليها 55، ولكن بقى في حاجات اللي زي ما انتوا شايفين الصغيرة اللي فيها فرو كده في الايد وكده، لقيت الاسعار عليه شوية، في حاجات 300 وكسر، وحاجات 500 وكسر، ف كده يعني زي ما بقول لكم الحاجات بتختلف من محل وكده.
برضو حد محل سألت المصلية قال لي بتبقى من 40 واللي هي جاية من السعودية، وبدل ما تشيله مثلا من هناك لحد رايح يعمل عمرة أو حاجة وعايز يجيب هدايا بيبقى متوفر عندهم، بحيث إن أنت تشتروا من هنا على طول دغري بدل ما تجيبوا من هناك، وهنا يعني ليهم تعاملات مع هناك فبيجيلهم من هنا. أسعار بجد بجد، شايفين بقى الناس بقى بتنادي وعاملين دوشة وبيصة وأجواء تحفة جدا، وبس زحمة برضو جدا، فلازم اللي داخل يعني يكون قوي شوية أو نايم كويس عشان يستحمل اللي هيحصل. 25 أهو جوه في المحل حاجات. لو بيعجبكم الانواع دي من الفيديوهات اكتبولي في الكومنت، وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. من اكتر الفيديوهات المتعبة بسبب الزحمة وبسبب ان المكان كبير جدا، ويعني تهت حرفيا عمال ادخل من هنا لهنا لهنا كده. يعني في عبايات كانت حلوة ب240 و250 ولسه بقى قدام شوية هتلاقوا الحاجات بالأسعار أكتر، والبطاطين البطاطين بتبدأ من 450 اللي هي 4 كيلو. وهنا زي ما انتوا شايفين الفوط والكلام ده كله. برضو سألت على المفرش الملاية قال لي 150، وال البرنوس اللي هو بيبقى 2 برنوس ده في علبة واحدة، لو بيبقى واحد حريمي واحد رجالي كده او كده للزوجين، دول كانوا عاملين 350. فأسعار حلوة جدا، وهتلاقوا محلات وهتلاقوا فرشة كده برة، ده بسعر وده بسعر، وده يفرق معاكم جدا. طبعا البرانس اغلى من كده، وانتوا عارفين كل بقى ما يخص الشوار بقى موجود، كل ما يخص الديكور برضو موجود. يعني حتى الحاجات الخاصة بالعمال او الصناعية اللي بيشتغلوا في بتاع ده، محارة، سباكة، نجارة، كهربا، مش عارفة ايه، موجود برضو بتاع ده مش عارفة اسمه، الجهاز اللي هو المحلات بتكون معاها علشان يعملوا هوا جديد ويطردوا أكياس الزبالة مثلا من قدام المحل، أو يعني يعملوا التراب اللي جوه المحل ده برضو موجود هناك. يعني كل حاجة زي ما انتوا شايفين، عرض الشتوي 120 و295 و395، أسعار متفاوتة وتناسب الجميع. وزي ما انتوا شايفين برضو العبايات التقديم وعبايات الخروج والشتوي والصيفي وعروض والوانات بقى محصلتش، تحفة وأذواق تناسب الجميع وحاجات مختلفة جدا، وكل محل غير التاني. حاجات برضو في البناطيل 95، و الفستان الحلو القمر ده برضو قال لي 550. فعلا العتبة يعني أصل الجملة، ومكان كبير واسع لكل الحاجات اللي ممكن نحلم بيها. وأظن كمان إن هي أرخص من المنشية. سعر متر الستاير سألت عليه برضو كان ب60، شنط الظهر كان حد قال لي برضو ب300، وفي طبعا أكيد أرخص من كده زي بقول لكم. كل حد بيبيع بسعر، ومنهم بقى اللي بيراعي، منهم اللي بيبيع على مزاجه أو على حسب الجودة علشان ما نظلمش حد. وكان في فستان برضو عجبني، زي ما يكون يعني فستان سهرة أو فستان يحضر مناسبة، فستان كان عامل 3800 يعني. سألت على جاكيت جوخ، كان كده حوالي فوق الركبة شوية، كان ب365 يا بلاش. أسعار تحفة جدا، احنا عارفين الحاجات دي عاملة يعني 500 و700 وانتم طالعين كده.
كل بقى حاجات اللانجيري والكتاشي والبوت كل حاجة. ثلاث ولا أربع عشرة؟ قرب يا باشا. استنى الفيروز اللي بره. السلام عليكم. لا ثلاثة سنين. شكرا. ثلاثة تمنمية. محمد. الو. الناس كان متعاونة هنا، كنت بسألهم على الطريق علشان ما توهش، وكانوا بيجيبوني، وسألت على فستان كان ب 350، أسعار حلوة جدا برضو، وفاقين الفساتين دلوقتي برضو 500 وإحنا طالعين، وكان في فستان تاني ب 200 وكسر أو أقل من 200 كمان. زي انتوا شايفين برضو البطاطين بقى والحاجات الحلوة دي، والحاف وكده بيبدأ من كام؟ بكام الدفاية؟ يا خلاص يا أبلا، كام الدفاية دي؟ الدفايات دي حاجة ب 250 ودي عاملة 200 200 140. أول واحدة 140 140 و200 200 و250. والبطانية 8 كيلو. تعالي اتفرجي بقى، واحدة كيلو. واحدة كيلو. وشوف انت بس عايزة كام حبة؟ وشوف طبيعي. ايوه عشان تعرف فلوسها هي. ماشي هخش من هنا. هنا نطلع من حاجات من هنا اللي هو لطيفة، ده اللي هو لطيفة يا عم حسن، وطلعه بره وحطه في مكانه. البطاطين قولي اسعارها. تبتدي من اول 450 لحد 1400 جنيه. 450 كم كيلو؟ حوالي 4 كيلو. 450 4 كيلو اللي هي من دول؟ فرقة واحدة. 8 كيلو. ايوه كيلو ب 750. 8 كيلو ب 750. واللحاف الفايبر؟ من اول 650. من اول 650 لحد كام؟ لحد زي ما انت عايز. لحد 2000. لحد 2000؟ ايه يعني بيكون مميزات ال 2000 ده؟ خامته، شكله، مقاسه، جودته. الحمد لله. اسمه حاجه تانية؟ بتاع بيبي. مين؟ صوتك حاجات عم تسمع حاجة. سألت برضو الناس ازاي اروح للحسين والعطارين، لان هم جنب العتبة وموسكو، قصدي موسكي الموسكي، والعتبة والموسكي دول يعني يعتبر على طول منفذين على بعض. احنا كده خلنا في الموسكي يعتبر 185. 185؟ امسك الخامة وشوفيها. عايزة صورة جدا.
شوف الوان غامق. لا دي ما بتنزلش غامق. انا اجيب ها يا جنبهم بقى العطارين والحسين وخان الخليلي ومسجد الحسين. وكنت عملت فيديو هتلاقوه ان شاء الله على القناه، كله شوفوه واكتبوا لي عجبكم ولا لا. كام اول فستان ده؟ واسيبكم بقى تستمتعوا بالفيديو، واتمنى لكم ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. كام الازرق ده؟ لما بيقلب عليك بترجع تعمل ظلمات. هبسأل بس الازرق كده موت 350 كده. كنت شايف عبيط اصلا ما كلمتوش، انت تقول لي هو الحسين منين؟ إيه؟ طلع كده حضرتك على طول الشارع جاي ده. اه قول لي فين السلم؟ راجع السلم. اه ما تحودش شمال بقى، منك تهم منك ماشي على طول لو انت عايز تمشي. ماشي شكرا. مش انت ثلاث قطع بنات؟ وعلى الله ماشي. ثاني بكام اول شنطه دي؟ ديت اه 300 300. وهي دي اللي ب 30 كيلو ولا دي ايه؟ 30 يا باشا. بكام؟ ب 1200. اه جوه اتفضل. العطارين فين؟ العطارين العطارين اه الشمال والحسين الحسين ليه وقوتش بندس على ازاي؟ I'm going to go to the hospital.